عمر عصام كابتن هنا في جيم بلانت، وهنتكلم عن اكتر مشكله بتواجه الرياضيين في مجال كمال الاجسام يعني عموما، هي مشكله التهاب الاوتار الاماميه او العضلات الاماميه في الكتف، ودي بتيجي نتيجه لحاجات كتير. اهم حاجه المهم نعرف بس اسمها، يعني دي اسمها الشولدر بين سندروم او التندنايتس اللي بتحصل في الكتف، ودي بتحصل نتيجه حاجات كتير. اول حاجه في اربع عضلات عندنا اسمهم روتاتور كاف ماسل، ودي اربع عضلات اللي هم السوبراس باينيتس والانفراس باينيتس والتيريس ماينور والسابس كابيلارس. الاربع عضلات دول اهم وظيفه ليهم ان هم يثبتوا الكتف، يعملوا ستابلايزيشن في مكان، يبداوا كمان الحركه في بدايات الحركات بتاعت في اي موشن الكتف بيعمل، فلازم الماسل زيتي تبقى قويه عشان لما الموشن تحصل الكتف ما يحصلوش اصابه، يعني بيجزقوا الحمل اللي واقع على الكتف. دي اهم مشكله بتحصل، ان العضلات الروتيتور دي الاربع عضلات دول بيبقوا ضعاف. تاني مشكله بتحصل ان اللعيب اللي بيلعب اللعبه دي او اللي بيدخل مثلا الجيم ما بيسخنش كويس، ما بيسخنش المفصل بتاعه كويس، ما بيسخنش العضلات المحيطه دي كويس. وفي تمارين طبعا احنا هنقولها عشان نعرفنكم ازاي يعني تمرن العضلات دي او تسخنها، فدي برده مشاكل من المشاكل اللي بتحصل. وكمان مشكله كمان اللي بتحصل ان اللعيب اول ما بيخش ما بيمسك دامبلز، يعني ما بيخشش على ماشين، ودي مشكله برده كبيره، لان الدامبلز ده فري ويت، جسمه ما بيبقاش اكتف فبيحصل له اصابه. وكمان لو لعيب حصل له اصابه قبل كده وبيلعب بفري ويت ما دخلش على ماشين، هو بيغش بالجزء الثاني السليم، فممكن يعرض له اصابه، يعني ممكن الجزء السليم يخليه يتصاب. المشكله الاخيره اللي بتواجه اللاعب ان هو بيبقى مهتم قوي بتمرين العضلات الاماميه في الكتف والجانبيه، فدي بتحصل بتعمل مشكله كبيره قوي في الكتف الخلفي، لان هو بيجي على حساب العضله الخلفيه اللي هي اصلا اساسا ان هي تثبت الكتف مع العضلات الاربعه اللي احنا قلنا عليها. فلما العضله دي تبقى اسكيب او انا مش بمرنها بتعمل مشكله كبيره، انا بهتم بالعضلات الاماميه ككتف امامي وجانبي، فبيسحب لي العظم لقدام فبيضغط لي على الاوتار وبيعمل التهاب بقى اوتار الكتف. هتقول لي عادي ايه مشكله اوتار الكتف ما تلتهب عادي؟ لا، اقول لك دي مشكله كبيره، لان بيحصل رشح مكان الوتر وبيحصل ان هو بيتضخم، والعيان بيجي يقول لك انا عندي بسمع صوت تكه وانا بحرك الكتف بتاعي، فدي بتبقى مشكله كبيره اللي هو التهاب وتر الكتف ده، فبتخلي الموشن بتاعته محدوده وحركته بوجع، ودي مش حلو. احنا دلوقتي بعد ما عرفنا المشكله وعرفنا اسمها وعرفنا اسباب اللي بتسببها، لازم نعرف طرق علاجها. طرق علاجها بسيطه قوي، بتمارين، بحبه تمارين بسيطه. اول حاجه ان احنا نقوي الاربع عضلات اللي ورا اللي هم الروتاتور كاف ماسل اللي احنا قلنا عليه، العضلات دي اللي هي قلنا بتثبت مفصل الكتف، فلازم العضلات دي تبقى قويه عشان هي اللي بتبدا الموشن في الحركه. فعشان دي العضلات دي لازم نقويها، نلعب حاجات في الاكسترنال روتيشن بتاعتنا من السايد لاين او من اي حاجه، بكيبلز او بدمبل او ببند، حتى التمارين دي بتبقى مفيده جدا للعضلات دي وبتقوي. دي اول حاجه. وبعد كده تاني حاجه نعملها ان احنا نقوي الكتف الخلفي بتاعنا، البتر فلاي او الفيس بول، تمرينها بالكيبل بنلعبها برده، ودي برده من ضمن الحاجات اللي احنا بنهتم بيها ان احنا نقوي الكتف الخلفي. اخر حاجه عندنا ان احنا نعمل تمارين قوام، القوام بتاعك يبقى مظبوط، اللي هي تمارين للبوستشر عموما، يعني الاكتيفيتي بتاعتك تبقى في اليوم متظبطه، ما تخليش نفسك قاعد طول النهار مثلا قدام موبايل او اللاب، او مثلا لو طبيعه شغلك انك بتبص في حته تحت او فوق، اللي هو بتبقى في بوزيشن مش صح لفتره طويله، فده بيبقى غلط على القوام بتاعك وبيغيره، فبيخلي برده المشكله دي تحصل. فاهم، تمارين نعملها اللي هي البوستشر اكسرسايز دي مهمه جدا عشان تخلي المشكله دي ما تبقاش موجوده.